السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناة عالم أم الإسلام. اليوم إن شاء الله غادي نصيبوا البصارة. غنحتاجوا واحد زلافة ديال الفول، زيت زيتون، عندنا واحد 3 الفصوص ديال الثوم، ملح، خرقوم، كمون، الإبزار. أول حاجة غنبداو بها غنجيبو طنجرة الضغط، غنديرو الفول، غنديرو واحد المعلقة من زيت الزيتون، من بعد غنديرو التوابل، الفصوص ديال الثوم، من بعد ما خلطت جميع العناصر دابا غنديرو الماء الكافي اللي غطيب فيه. صافي، دابا انا غادي نحطها فوق البوطه وغنخليها تطيب مده ديال 35 دقيقه على عافيه تكون مهيله. ومن بعد ها هي البصاره بعد ما طابت، دابا غادي نديرها في مولينيكس نطحنها ونرجع ان شاء الله نتلاقاو. ها هي طحنتها دابا، غنضيف ليها واحد المعلقة ديال الكمون وزيت الزيتون. وغادي نديرها فوق البوطة. ها هي فوق البوطة، دابا غنخليوها تغلي ونقدموها ان شاء الله بالصحة والراحة. وهذه هي البصارة ديالنا البنات، نقدموها مع خبزة سخون وشوية